السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مونا شانيل. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم كلها على خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفة فطيرة على شكل ضفيرة بحشوة لذيذة روعة شكلا ومذاقا اقتصادية وسهلة التحضير. كنتمنى تنال اعجابكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غنبداو على بركة الله. بالنسبة للعجين غنحتاجو جوج كؤوس ونصف من الدقيق وكيس واحد من خميرة الحلويات وربع كأس من زيت الزيتون وكذلك كأس من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من حليب بودرة وملعقة صغيرة من خميرة الخبز وأخيرا القليل من الملح. هنخليكم مع طريقة التحضير. المقادير اللي غادي نحتاجو للحشو غنحتاجو 200 غرام من الصدر الديك الرومي قطعته قطع صغيرة وأيضا زيتون أخضر مقطع قطع صغيرة وكذلك حبة بصل وأيضا حبة جزر وحبة قرع أخضر محكوكين بشكل طولي ونصف كأس من زيت الزيتون باش كنشحرو وكنقليو الحشو ديالنا وكذلك غنحتاجو الشعرية الصينية. أنا هنا استعملت الشعرية الصينية ديال الأرز. وبالنسبة للتوابل غنحتاجو الملح فلفل أسود سكينجبير وفلفل أحمر وخرقوم وأخيرا الكمون. هنخليكم مع طريقة التحضير. Thank you.
من بين ما ارتاح العجين غنضيفو باقي المكونات اللي هما ربع كأس من زيت الزيتون وكذلك كيس من خميرة الحلويات وغادي نجمعو العجين وتكون عجينة مرخوفة ولا احتاجيتو للدقيق ولا الماء زيدوه باش نحصلوا على عجين يكون مرخوف.
سالينا الفطيرة دهنتها بأصفر البيض وزينتها بزريعة الكتان ودخلتها للفرن. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيرة على شكل ضفيرة بحشوة لذيذة روعة شكلا ومذاقا، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وبالصحة والراحة، وما تنساوش الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم تخليوا لي لايك، واللي مازال ما اشتركتش في القناة تضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله.